يا رونالدو، تم استخدامك ليوفنتوس تورينو من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي سبق لك وأن فزت به 5 مرات، 3 مرات متتالية مؤخرا مع فريق ريال مدريد. أنت البركة. ذلك برناردسكي يدخل، برناردسكي جول 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 يحاول مار كانسيلو وتوزيع خطيرة رونالدو با 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 على مرتين. الحكم ماذا قال؟ الجول، الحكم احتسب الجول وهدف ثاني من رونالدو. جول قال الحكم، وقال الحكم المساعد بأن الكرة دخلت. رونالدو يفجر ملعب أليانز ستاديوم تورينو بتسجيله للهدف الثاني بدونائية. رونالدو يستجيب لجماهير وعشاق اليوفي في هذه الليلة التورينية الرائعة جدا في المدرجات. نعم فعلها رونالدو. الثلاثية التاريخية وبالثلاثة يضرب يوفنتوس أتلتيكو مدريد. نعم يحق لكم أن تفرحوا برونالدو، نعم يحق لكم أن تفرحوا باستقدام رونالدو، نعم يحق لكم أن تفخروا بتفوقكم وبعودتكم أمام الأتلتيكو. الايام الكبرى تلقى رونالدو، هذا ما يسجلش فيكتوريا بلزانو ونادي تاورمينا ونادي انديه صغيره، لا هذا رب المليان. من عامل المباراة رونالدو، برناردسكي، برناردسكي، مانجوكيتش، مانجوكيتش، بيانيتش وبيانيتش. جول، أول أهداف المباراة ليوفنتوس تورينو عن طريق ميرالين بيانيتش، كان في المكان الملائم وفي المكان اللازم في الوقت اللازم. عن طريق بونوتشي، الشعب والشوارع يريد الهدف وجاء الهدف يا معلم يا كبير. المخزز والذهب عمره ما يصدد، الذهب عمره ما يصدد. كريستيانو رونالدو كي جول، ملا جول يا رونالدو. رونالدو يحرر، كريستيانو ما عندوش حبيب، يسجل الهدف الاول بحقيقة واستحقاق الزعيم. 1-0 كريستيانو رونالدو. كريستيانو ليس شماتة في مصر بل حبا لذاته، وممكن على الطاير شماتة.
على الجهة اليمنى مانجوكيتش رونالدو ولا جول راس براس جول بجول رونالدو أروع جول يا سلام عليك يا كريستيانو عندما ترتقي يا سلام عليك يا كريستيانو عندما تعول وتضربها بالراس وتحطها على يمين لويجي سيبي جول دفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدف الجميل هذه المهارة وهو في نصف مستواه رونالدو عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو يضع بصمة الثانية في اللقاء رونالدو رونالدو يهيئها يواصل رونالدو رونالدو ميرالين بيانيتش يجري ميرالين شوت وحطونا ميرالين بيانيتش على دخولك على مرورك على فروسك اليوبي بالكرة الثابتة هذا ما تكلف خطب الكويت ما أقصى الكرة عليك ومخالفة وهدف وخروج والكرة فوق الجدار وبرشلونة يتصدرهم طاقم التحكيم برشلونة ويوفنتوس أمامنا مشاهدينا الكرام في مواجهة لاتينية بمواصفاتها الفنية العالمية برشلونة الهجومي بثلاثي النار ميسي سواريز سيكون في أصعب اختبار أمام فريق الثقافة الدفاعية التاريخية للكرة الإيطالية مباراة الأبطال بين الطليان والإسبان لقاء تكسير عظام نار 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 في الانتظار جاء الآن العد التنازلي وينتهي المشوار مشوار احتفال المباراة بهذه الأجواء هذه هي الأجواء عامية بين الجماهير الفريقين للطليان ملعب أجمل الذكريات والليلة مشاهدينا الكرام ليلة من ألف ليلة وليلة يا ناس بين برشلونة ويوفنتوس لسونيا تشاكير لقاء الأحلام الآن بأجمل أقدام بيانيتش بيانيتش تحرك له رونالدو بالرأس دوغلاس الفلاش انطلق الفلاش يصوب ويعلن عن بداية التألق عن بداية مشوار اليوفي التهديفي خطيرة يا رونالدو يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير يا كريستيانو يا رونالدو هدا
هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. رونالدو اولا، هاي راسي كيفاش عملها، يا ميمتي كيفاش سددها، يا بابا كيفاش حدها، يا وليدي كيفاش هدفها. لا اقدر، اسف، لا استطيع، عذرا، لا يمكنني ايقاف الدون.